وللحديث أكثر عن البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين بمناسبة مرور 4 سنوات على انطلاق ثورة تشرين، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من عمان مسؤول قسم الإعلام في الهيئة السيد معاذ البدري. مرحبا بك معنا. حياكم الله، مرحبا بكم وبمشاهدي قناة الرافدين الكرام. حياكم الله. أصدرتم في هيئة علماء المسلمين بيانا بمناسبة مرور 4 سنوات على انطلاق الثورة، بعد هذه السنوات الأربع ما الآثار التي تركتها هذه الثورة على الوعي الجمعي العراقي؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية تسجيل موقفنا تجاه ثورة تشرين وذكراها الرابعة إنما هو جزء من شهادتنا للتاريخ، لأن المشهد العراقي في حقيقته مليء بالأحداث على مختلف مستوياتها وقيمتها. حدث مهم مثل هذا يقوم على حراك جماهيري له من الوعي ما أظهر نمطا معتبرا في مناهضة النظام السياسي القائم في العراق، لا ينبغي أن يمر هكذا دون أن يقال في حقه شيء، أو لا ينبغي أن يمر مرور الكرام دون أن توثق أحداثه وتفاصيله وتحفظ حقوق الناشطين فيه التي تعرضت للانتهاكات على أيدي أجهزة السلطة أو ميليشياتها. الحقيقة أن الدروس التي يمكن أن نستنبطها من استذكار ثورة تشرين كثيرة. نعم، قد تكون هذه الثورة أو هذا الحراك لم يقطف ثماره المرجوة ولم يحقق غاياته النهائية بعد، أو لم يصل إلى النقطة التي كان من المؤمل أن يبلغها، لكنه في كل الأحوال ترك بصمة شديدة الوضوح في المشهد العراقي ولا سيما في منظومة العملية السياسية من حيث مناهضتها ووصفها بأنها العدو المباشر للشعب العراقي بالنظر لمخرجاتها التي لم تصب يوما في مصلحة عراقي واحد. الحديث عن الوعي الجمعي في العراق في ظل ثورة تشرين يعيدنا إلى توصيف المشهد في مربعه الأول، حيث القوى العراقية الوطنية المناهضة للاحتلال والرافضة لمشروعه السياسي التي كانت شعاراتها وما تزال إلى اليوم قائمة في بيان حقيقة ما يجري في العراق ورسم سبل الحل والخلاص من المأزق الذي أورد الاحتلال العراقيين فيه. نقول نحن في الهيئة حقيقة نشعر بالفخر أن الوعي الجماهيري استقد منطلقا من ثوابت الهيئة والقوى العراقية المناهضة للاحتلال، وندرك جيدا أن ثمار ما غرسته هيئة علماء المسلمين سيحين يوما ما قطافها بلا شك، لأن هذا وعد الله عز وجل لكل من نصر الحق ولكل من واجه الباطل بما لديه من إمكانات أو وسائل، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. أستاذ معاذ، لطالما هتف الثوار خلال تظاهراتهم ضد الأحزاب الفاسدة والحكومة والمحاصصة الطائفية، وهذه الهتافات لم تكن مجرد هتافات عابرة إنما كانت عبارة عن مطالب شعبية، وبعد مرور كل هذه السنوات حاولت الأحزاب والحكومات الالتفاف على تلك المطالب وعدم تلبيتها، كيف تصفون المشهد اليوم؟ بطبيعة الحال إذا أردنا أن نبدأ من حيث انتهينا قبل قليل بشأن الوعي الجمعي الجماهيري المستمد من ثوابت القوى العراقية الوطنية المناهضة للاحتلال ومشروعه السياسي، الحقيقة هذا النظام له مخاطر عديدة ليست إخافية على أحد. كل العراقيين يدركون أن منظومة العملية السياسية تهدم ولا تبني، تفرق ولا تجمع، وتعمل بكل ما أوتي صانعوها ومؤسسوها من قوة على استهداف العراقيين وتفكيك مجتمعهم بهدف إبقاء حالة الوهن في العراق قائمة إلى أبعد مدى ممكن، كل ذلك في سبيل تهيئة الأجواء للقوى والإرادات الدولية والأقليمية المتخادمة والمتحكمة في المشهد. النظام السياسي القائم في العراق من أوجه خطورته أنه يسهل الطريق لتستنزف خيرات العراق وتمرر مشاريع القوى الخارجية في المنطقة انطلاقا من العراق. النظام السياسي يعمل على تغييب إرادة الإفراطيين وتقييد حرياتهم حتى لا يتمكنوا في النهاية من انتزاع حقوقهم وفرض أنفسهم على أنهم قوة معتبرة في البلاد في البلاد والمنطقة. هذا كله من حيث العموم، وإلا فإن المخاطر التي تهدد واقع العراق ومستقبله الناجم عن المنظومة السياسية ومشروعها أكثر من أن تحصر في بضع دقائق. ولعل من هنا من المناسبة أن نشير إلى مفارقة في المشهد العراقي تظهر حالة من التباين اللافت في النظر بين ما يريده شباب العراق بوصفهم مستقبل البلد وعليهم تبنى حضارته ومنهم يستمد العراق قوته،
بينما يريده هؤلاء وبينما تريده أدوات النظام في أحزاب السلطة والكتل نعم والشخصيات المختلفة اتجاهات المكونات. بالأمس حتى أن أطيل عليك، بالأمس حينما كانت حناجر شباب ثورة تشرين، ومن يستذكر ثورة تشرين حينما كانت حناجرهم تصبح مطالبة بإسقاط نظام المحافظ الطائفية وكبت الميليشيات الموغلة في دماء العراقيين وتطهير البلاد من رجس المشروع الإيراني الخبيث الذي منح صلاحية التحكم بمقود العملية السياسية، بينما يحصل هذا كله ظهر واحد من المستجدين في العمل السياسي ممن لا يستطيع أن يتجاوز حدود الهامش في المكاتب التي يرجو تحقيقها من العمل فيها في العملية السياسية، ظهر ليقول إن المشاركة في الانتخابات هي الطريقة الوحيدة للتغيير. هذه رسالة أقل ما يمكن القول عنها أنها مبتذلة حينما يحاول مرسلوها استغفال العراقيين نعم، والاستنقاص من وعيهم والعمل على مخادعتهم مرة أخرى تحت مسمى الانتخابات. لكن أستاذ معاذ، الحكومة الحالية لن تستطيع نسيان أن الثورة هي التي أسقطت حكومة عادل عبد المهدي، والظروف الآن لم تتغير كثيرا، يعني لم يتغير شيء يذكر من 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 المطالب التي طلب بها الشباب والشعب العراقي في ذلك الوقت. وعليه فإن الشعب ما زالت كلمته الأقوى في مواجهة هذه الحكومة والأحزاب الفاسدة. نعم بالتأكيد، نحن نؤمن أن التغيير الشامل وليس الإصلاح الكاذب ينطلق من القواعد الشعبية للعراقيين. الإرادة الجماهيرية لها وزن معتبر في تغيير المعادلة. أملنا في أن العراقيين بوعيهم قادرون على فرض إرادتهم مهما تقادم الزمن. في العراق اليوم نواة الثورة موجودة وحركات الاحتجاج مستمرة. نحن في قسم الإعلام في الهيئة نرصد يوميا في أنحاء مختلفة من العراق ولا سيما في المحافظات الجنوبية والعاصمة بغداد، نرصد مظاهرات احتجاجية تناهض حكومة الاحتلال التاسعة. بغض النظر عن دوافع هذه الاحتجاجات فهي تتنوع ما بين يعني مطالب بفرص عمل أو توفير خدمات وما إلى ذلك، بغض النظر عن هذا كله لكنها تبقى في سياق مناهضة النظام السياسي الذي يصفه المحتجون بالفساد والسارق والمغيب لإرادة العراقيين. لكن من المهم جدا أن تكون الإرادة الجماهيرية وإرادة الحراك الشعبي أن تكون متجهة نحو التغيير وليس مجرد الإصلاح، لأن التجربة الجماهيرية في مقاطعة الانتخابات أثبتت نجاحها وأظهرت نعم. حجم القوى السياسية الضئيل مقارنة بحجم إرادة الشعب العراقي. مقاطعة المشاركة في النظام السياسي ومقاطعة وسائل منحه الشرعية التي لا يستحقها بانتخابات وغيرها هو موقف سياسي معتبر يحتاج فقط إلى بلورة صحيحة ليتحول إلى برنامج تغيير شامل. نعم، أشكرك جزيلا مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين الأستاذ معاذ البدري، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.